السلام عليكم متتبعي قناة زيزو شانيل، مرحبا بكم في دروس جديدة لتلامذة السادسة من التعليم الابتدائي، مرجع كتابي في اللغة العربية. درسنا اليوم في مكون التراكيب هو إعراب المثنى. أقرأ وأفهم: لقد قدمت التكنولوجيا خدمات كثيرة في مجال التعليم، أهمها خدمتان: اختراع الورق واختراع القلم. وتجاوزت ذلك إلى مرحلتين من الخدمات، وفرت خلالهما ابتكارين: ابتكار التسجيل والتصوير وابتكار الحاسوب، أكثر الوسائط استخداما في قطاع التعليم. نمر إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول: كم خدمة قدمت التكنولوجيا في مجال التعليم، ما هما؟ نجيب في ورقة جانبية: قدمت التكنولوجيا في مجال التعليم خدمتان، هما اختراع الورق واختراع القلم. قدمت التكنولوجيا في مجال التعليم خدمتان، هما هاتان الخدمتان هما اختراع الورق واختراع القلم. بالنسبة للسؤال الثاني: إلى كم مرحلة تجاوزت ذلك وما هما؟ نعم، الجواب هو تجاوزت ذلك إلى مرحلتين، لكن في النص لم يذكروا ما هما هاتين المرحلتين، حيث قال: وتجاوزت ذلك إلى مرحلتين من الخدمات، وفرت خلالهما ابتكارين. ليست هناك من مرحلتين لم تذكر، لكن ذكر الابتكارين. ثم في السؤال الثالث: ماذا وفرت خلال هاتين المرحلتين؟ وفرت خلال هاتين المرحلتين ابتكارين. نكتب: وفرت خلال هاتين المرحلتين ابتكارين. ننتقل إلى أسئلة أكتشف وأبني، ألاحظ الكلمات في الجدول وأتمها. لدينا كلمة خدمتان، صيغتها أي جاءت في المثنى، في صيغة المثنى وليس في المفرد، ومفردها خدمة، علامة إعرابها مرفوع بالألف. ثم كلمة مرحلتين، صيغتها كذلك المثنى ومفردها مرحلة، وجاءت في النص تجاوزت إلى مرحلتين. مرحلتين إذن هي اسم مجرور، إذن مجرورة بالياء. ثم ابتكارين على صيغة المثنى ومفردها ابتكار، وعلامة إعرابها منصوبة بالياء. ثانيا: أستثمر الجدول، أجيب: ما نوع الكلمات في الجدول؟ هاتين الكلمتان هما أسماء تدل على المثنى. نكتب في ورقة جانبية: نوع الكلمات في الجدول هي أسماء تدل على اثنين من نفس الجنس، أي المثنى. لدينا خدمة زائد خدمة تساوي خدمتين، أي من نفس الجنس. ثم السؤال الثاني: ما الفرق بين المفرد منها والمثنى كتابة؟ الفرق بين المفرد منها والمثنى كتابة هو: المفرد يرفع بالضمة والمثنى يرفع بالألف. نسطر على يرفع بالألف. ثم المفرد ينصب بالفتحة والمثنى ينصب بالياء. ثم المفرد يجر بالكسرة
والمثنى يجر بالياء. نمر إلى السؤال الثالث. أقرأ جمل النص وأتم الجدول ثم أجيبه. خدمتان خبر مرفوع وعلامته الإعرابية هي الألف. خدمتان خبر مرفوع، ليست هناك من علامة الرفع لكن العلامة هي الألف لأنه مثنى. وبالنسبة لمرحلتين اسم مجرور بحرف الجر سبقه حرف جر، إذن علامته الإعرابية هي الياء. ثم ابتكارين هو مفعول به منصوب كما جاء في النص، وعلامته الإعرابية هي الياء. من هنا نستنتج بأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذه هي القاعدة هذا الدرس. لماذا انتهى الاسم خدمتان بألف ونون؟ وهذين السؤالين سوف نجمعهما في جواب واحد. لماذا انتهى الاسم خدمتان بألف ونون؟ ولماذا انتهى الاسم مرحلتين بياء ونون؟ ونقول انتهى الاسم خدمتان بألف ونون لأنه مثنى مرفوع بالألف، ثم انتهى الاسم مرحلتين بياء ونون لأنه مثنى مجرور بالياء. وبالنسبة للسؤال الرابع، أستثمر ما سبق وأتم الخطاطة. وفيها نستثمر ما سبق، فما قلنا في أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. المثنى هو اسم يدل على اثنين من جنسه، يصاغ من المفرد بزيادة ألف، سوف أكتب ألف ونون، ألف ونون في حالة الرفع، ويصاغ من المفرد بزيادة ياء ونون في حالة النصب والجر، في حالة النصب والجر، وهذه هي قاعدة هذا الدرس. مر إلى الحصة الثانية من درس المثنى أو إعراب المثنى، في أطبق وأضف، أتم ملء الجدول. لدينا الاسم المفرد ثم الاسم المثنى في حالة الرفع والاسم المثنى في حالتي النصب والجر. بالنسبة لعجلة مثناها هو عجلتان، في حالة الرفع عجلتان، وفي حالتي النصب والجر عجلتين. بالنسبة لحاسبة، حاسبتان، هذا التمرين هو من أسهل ما يكون. ثم مثناه في حالتي النصب والجر هو حاسبتين. بالنسبة لكلمة زي، زيان، وفي حالتي النصب والجر مثنى هو زيين. تعرفون ما معنى الزي؟ هو اللباس. نمر إلى السؤال الثاني، في أطبق وأوظف، أحول إلى المثنى. هذا الصانع بارع، طور الحرفي المنتج، حطت الطائرة في المدرج. إذن نقوم بتحويل هذه الجملة بكاملها إلى المثنى. بالنسبة لهذا، هذان، نكتب في ورقة جانبية، هذان، هذان، الصانع هو مرفوع، إذن مثناه سيكون مرفوع بالألف، هذان الصانعان.
وبارع كذلك هي مرفوعة، إذن بارعان، هذان الصانعان بارعان. ثم بالنسبة للجملة الثانية، طور الحرفي هي مرفوعة، إذن الحرفيان مثنى مرفوع بالألف حرفيان. المنتج منصوبة لأنه مفعول به، إذن المنتجين مثنى سيكون منصوب بالياء. ثم بالنسبة للجملة الثالثة، حطت الطائرة الطائرتان، الطائرة مرفوعة، إذن مثناها سيكون مرفوع بالألف، الطائرتان في المدرج اسم مجرور، إذن المدرجين ستكون مجرورة بالياء لأنها مثنى في المدرجين. وهذا هو تحويل هذه الجملة. نمر إلى السؤال الثالث، أملأ الترسيم بالجمل المناسبة. الجملة تتكون من فعل وفاعل مثنى ومفعول به مثنى، وسنقوم بإنتاج هذه الجمل من عندنا. الجملة الأولى، أكل الولدان الجملة الشهيرة، أكل الولد التفاحة، إذن أكل الولدان تفاحتين. ثم الجملة الثانية، ضرب الطفلان الكرتين. هنا الفاعل مرفوع بالألف لأنه اسم مثنى وهنا منصوب بالياء. ثم قرأ التلميذان الجملتين، الجملتين وفي السؤال الأخير، أتم الإعراب، ابتكر المهندسان آلتين. ابتكر فعل ماض مبني على الفتح، المهندسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ثم آلتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، هنا على نصبه الياء لأنه مثنى. آلتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ووصلنا إلى نهاية الحصة، دمتم في أمان الله وإلى درس آخر بحول الله.